بعد اذنك ممكن اعلق؟ اتفضل. الحقيقه ما كنتش ناوي اعلق لان الموضوع يخصني خالص. أيوة. قررت ان انا التزم بالصمت وده اللي عملته بقالي يومين يعني. لما انت خلاص قريت حاجه وجبت سيرتي وبعدين خطر لي وانا اسمع الكاتبين الكبيرين الاستاذ عصام السباعي والاستاذ العصامين عصام عبد المنعم، واحد زي ما بتقول في الاخبار، واحد في الاهرام كبريات واقدم المؤسسات الاعلاميه، خطر في بالي خاطر يا ترى الاتحاد بقى وهم كتبوا الكلام ده هيحولهم للجنه القيم او لجنه الانضباط؟ هما اتنين صحفيين هيقولك دول نقاد، انا على هذا الكرسي اعلامي ماليش صفه خالص غير ان انا امارس الاعلام من بالزبط. هذا الكرسي المكان. صحيح بدايه ده بس سؤال عابر كده، لكن انا بالنسبه لي انا نيتي ايه وانا عمل يعني؟ اولا محدش هيبقى سعيد بمهاجمه الحكام، وانا واحد من الناس قلت كتير جدا من الظلم استوديوهات التحليل بتاعت اداء الحكام، لان الحكم ما عندوش رفاهيه انه يشوف السلو موشن ويبص وحد يراجعه. فلما جاء الفار تصورنا ان بقى عنده هذه الرفاهيه ان عنده حد يراجعه. وانا قلت لك اخشى على دخول الفار في هذا المجال انه هيبقى هي البشر طالما بيديروا شيء يبقى البشر هم اللي هيعملوا كل حاجه. ده مش كمبيوتر بيقول رايه، مجرد حتى كمبيوتر بيقول لك انت بتدخل له داتا بيطلع لك اللي انت دخلته له، اجابه على اللي انت دخلته له. فانا وانا اتحدث كنت اتحدث عن حيرتي، ايه الراجل ده جاي يعمل ايه تاني؟ يعني النهارده هو جه عمل كده على فكره حكم لبيراميد الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت، وحكم الاهلي والزمالك السنه دي والاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت يعني اسف اديني عقلك بقى. التكييف جامد. فالمهم اللي انا كنت عايز اقوله هو اللي قاله استاذ عصام عبد المنعم. حد جاوب لنا؟ طيب على الاسئله. لا معلش هرجع لك والنبي اتفضل اخلص بس. انما انا لنا غرضي ان انا اهاجم، انا اول واحد دافع عن استقلاليه التحكيم. انا قلت اما جه مجلس اللجنه المعينه تدير كره القدم قلت قدامهم ثلاث ملفات يدخلوهم التاريخ، ورغم ان احنا كان من ناس كتير تصورت ان احنا بقى عشان علاقتنا بالاستاذ عمرو الجنايني وكده هنهاجم هذه اللجنه، بالعكس وقفنا ودعمناها في كثير من المواقف، لكن هذا لا يمنع ان احنا لما نستأمن شيء نناقشهم. فانا نناقشهم وننقدهم. ما هو انت بتقول ايه؟ بتقول انك تقدر تحاسب اي حد، ما حدش يعيس على الحساب طبعا. طبعا. بس ارجو انه ما يكونش حد يعيس على الحساب. هنشوف. ونبي يا استاذ ابراهيم مستحملني الموضوع ده، انا عارف انك مستعجل بس خلاص قدامي نص دقيقه. فانا قلت لو استطاعت انها تظبط عدد الجمعيه العموميه للممارسين الحقيقيين وتقلل هذا العدد عشان يفرز لنا ناس يعني اصحاب مصلحه، لان مش ممكن انديه الدرجه الرابعه والثالثه ومراكز الشباب تكون صاحبه التاثير الاكبر في الاتيان بمجلس اداره اتحاد الكوره اللي هو بيدير مسابقه المحترفين. فقلت تاني تحدي لو عملت رابطة أندية المحترفين، ثالث تحدي لو عملت استقلالية الحكام. أنا كنت في أسبانيا في برشلونة وخدني الصديق كرم البنا وهو محاضر دولي مصري عايش في أسبانيا خبير في التدريب، ورحت زرت مقر الحكام، مبنى مستقل ملوش علاقة باتحاد الكرة الأسباني. فهم هنا الحكام يشعروا بذاتهم ويبقوا متحررين من أي تأثير. أنا طالبت بالحاجات دي ولو استطاعت اللجنة ولحد دلوقتي ما فيش حاجة شخصية، بالعكس
لو استطاعت اللجنه لحد دلوقتي ان تحقق الثلاث اهداف دول على الاقل هيخشوا التاريخ. هي لجنه ملهاش مصالح لان مش داخله انتخابات. يوم ما تعمل كده احنا اكتر ناس هنقف ونسقف لهم. ما هياش المساله هجوم ودفاع. احنا هنا استقنا ليه؟ لان الاخطاء لما تبقى واضحه جدا 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 وهي متكرره لازم نسال والا ما نبقاش بشر. فارجو يعني ان يكون الوضع واضح بالنسبه للناس اللي بتسمعني. انا يعني تحت اي ظرف من ظروف يعني ما فيش حاجه هتخليني ما دافعش عن النادي الاهلي. ما فيش حاجه مش هتخليني طالما ان انا ملتزم فعلا بالاداب العامه والاسس التربويه السليمه وتقاليد اللي اتربينا عليها في النادي الاهلي. ما فيش مساله شخصيه، كل الناس زي ما الكلمه اللي بتتقال كل الناس اصدقائي وده حقيقي. لكن لما بنقول اللي بيستاء بقى هو اللي يناقشني، رد عليا حاسبني، ما عنديش مشكله. رد